أهلا بكم في المجلة الصحية. المجلات الصحية هي مجلة أسبوعية نقدم فيها مواضيع جديدة ومثيرة ومتنوعة تصدرها مدرسة حوار الثانوية للبنات. وعدتنا لهذا الأسبوع عن موضوع الشاغل العالم أجمع في 2020 وهو فيروس كورونا. فيروسات كورونا هي سلالة واسعة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان، ومن المعروف أن عدداً من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر أمراضاً تنفسية تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد وخامة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية بالإنجليزية ميرس والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة سارس. ويسبب فيروس كورونا المكتشف مؤخراً مرض كوفيد 19. كيف تفرق بين الإنفلونزا العادية وكورونا؟ الإنفلونزا العادية صداع بسيط، حرارة عالية قليلاً، انسداد الأنف ورشح، عطاس مستمر، سعال مع بلغم، التهاب حلق، قشعريرة نادرة، آلام جسم خفيفة. أما بالنسبة لكورونا فهو صداع حاد، حرارة عالية جداً، لا انسداد أو رشح، عطاس نادر، سعال جاف، لا التهاب في الحلق، قشعريرة قوية، آلام جسم حادة. أعراض فيروس كورونا: صداع، عطس، سعال، ضيق وصعوبة في التنفس وفشل كلوي وحمى. يبدأ الفيروس ظاهرياً وعلى ما يبدو في صورة حمى يعقبها سعال جاف، وبعدها بأسبوع تبدأ أعراض ضيق في التنفس ويشعر بعض المرضى بالحاجة إلى الحصول على رعاية تخصصية بالمستشفيات. 6 طرق للوقاية من كورونا: العطس أو السعال داخل الكم أو المنديل وليس اليد، تغطية الفم والأنف بمنديل ورقي عند السعال أو العطس، وضع المناديل الورقية المستعملة في سلة المهملات، غسل اليدين بالماء والصابون بعد العطس أو السعال، استخدام منظف اليدين يحتوي على الكحول، ارتداء الكمامة عند دخول المستشفى إذا كنت تعاني من أعراض تنفسية. إرشادات العزل الطبي الذاتي لمن يشتبه في إصابتهم بكورونا الجديد: العزل التطوعي المنزلي أهم خطوة لحماية أسرتك والمجتمع من انتشار العدوى. إذا أصبت بأعراض نزلة البرد الأولية الخفيفة عليك أن تعزل نفسك داخل غرفة بالمنزل. تجنب المصافحة والعناق والقبلات وابتعد عن جميع المناسبات الاجتماعية. استخدام الكمامة الورقية عند الاختلاط الاضطراري بالآخرين واستخدام المحارم الورقية عند السعال أو العطاس وتخلص منها بسرعة. لا تشارك أشياءك الخاصة كالمناشف وأدوات الطعام والهاتف المحمول. أثبتت الدراسات أن آخر فيروس تم اكتشافه من سلالة فيروس كورونا هو الذي يسبب مرض كوفيد 19، هو مرض معدي، ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس قبل اكتشافه في مدينة يوهان الصينية. Finally, remember that using muzzle isn't a substitute for other more effective ways to protect yourself and others. Supervised by Dear Headmaster Abir Mriyan and the best teachers Islam Tamimi, Dua Bataine, student work Aya Haddad from Huwara High School for Girls. Thank you for your listening.